السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مهم، أنا البارح كنت مسافر، جيت عند واحد الناس هنا لفرنسا الحدود، من بلجيكا جيت أنا لفرنسا الحدود، بيت عندهم. مهم، ما كانش عندي سميتو، ما كانش عندي الانترنت باش نعرف اشنو كاين. مهم، نعست عند الناس، تعرضت عندهم، تعشيت، نعست. الصباح كنت فاجئ بان كنلقى بزاف ديال لي زابيل، وكنلقى العائله ديالي، ولد اختي، اخواتاتي كيعيطوا ليا. تقريبا لقيت الميساجر اهدا، لقيت سميتو الواتساب غادي يتفرقع، لقيت لي زابيل بزاف طاح لي في ميساج بالنمره هذه ديالي. الناس اللي كيعرفوني هنا، في اصحابي والاصدقاء ديالي، لقيت مازال ما حليتش، دابا ما حليت لا انستغرام لا والو. كلشي كيقول يلا رحمك سيرا، واش متي، واش واحد كيعيط لي كيسولني واش انت بخير، كنقول له شنو كاين، كيقول لي راه كلشي مخلوع، راه قال لك راك متي، ما عرفتش شنو هو السكتة قلبية ولا شنو هو. المهم انا ما فهمت والو، عيط السيد اللي مكلف ليا بالفيسبوك وباليوتيوب، مع انا ما كنعرفش نخدم في اليوتيوب كاع، ما كنعرف نلوح لا فيديو لا والو، ما كنعرف لا يوتيوب، ما نعرف نلوح فيديو، ما نعرف حتى حاجة. قلت له شنو كاين، قال لي ودي راه ديك لاباج ديال الفيسبوك راه داوها، داها. وانا عرفت هذاك السيد، عرفت انا هذاك السيد اللي داها. انا في التران دابا. المهم هذاك السيد اللي داها، المهم كان خدام معايا انا شحال هادي، وبقى بيناتنا شي حاجه، ماشي شي حاجه قليله د الفلوس، ما 100 اورو 1000 درهم ولا شنو. قلت له ما عنديش، قلت له راه ما عنديش، صبر عليا، زعما صبر عليا، راك عارف هذا الوقت ما كاين ما يدار، وتا اليوتيوب ما كيدخلش بزاف ديال الفلوس، وعاد هذا عاد هذاك الشهر اللي فات كانوا داو ليا من دخلوا لهذاك، دخلوا الفلوس ديال اليوتيوب وخداهم وداك الشيء. قلت له صبر عليا. ومهم ناقشت انا وياه بحال هكا، المهم صافي عادي. ناض هو دا لاباج دابا د الفيسبوك مرة، وناض كتب فيها هادشي كامل، خلى العائلة ديالي مخلوعة، الوالدة ديالي مريضة فيها القلب، عندها طونسيو كيطلع ليها، ولد اختي تعيط ليا مع الوالدة مع هذا، ما فاهمين والو.